طيب كابتن، الناس اللي تصاب بالفيروس بفيروس كورونا او بالانفلونزا او نزلات البرد، لهم تمارين خاصة عندكم بالجيم اي او نعم يقدرون نعم يتمرنوها بالبيت؟ انا عندي لاعبين هسه مصابين ثلاثه نعم بالبيت، منطيهم تمارين منزليه من ضمنها هي الكارديو نعم والحركات الرشاقه المنزليه الداخل المنزل. نعم تعرف انت دائما دائما ابو كورونا يصير، يعني دائما يصير خمول وجسمه تعبان، جسمه يعني المفاصل تقوم توجعه. نعم هنا يصير تفكير اللاعب اذا كان رياضي ما يروح للمدرب يقول له نعم كابتن انا وحده اثنين ثلاثه، هنا يصير شغل المدرب. تعطيه نعم كارديو، ليش كارديو؟ هذا الكارديو كل ما تسوي كارديو عالي او بوقات هنا راح تستفاد اكسجين. الاكسجين ايش راح يخلص لك؟ راح يخلص لك هوايه فيروسات. نعم الفيروس اذا ظل بالرئتين راح يؤذي المريض، فهنا احنا شلون نتخلص عليه؟ نتخلص بالكارديو او تمارين الرشاقه او تمارين المقاومه، لان التمارين جدا مفيده للمصاب بالفيروس. طيب، ذكرت تمرين المقاومة، هذا تمرين المقاومة شنو يعني، اختلاف عن الكارديو ولا غيره؟ تمارين الكارديو هي تصير هوائيه، يعني تعرف انت مثلا الجري او نعم مثلا البايسيكل الثابت او الجهاز الجري. تمارين المقاومه مثل البلانك مثل السكوات، هو تمارين يعني اذا عدتها ما تكفينا الحلقه. نعم فقلت لك ذن التمارين يعني باختصار هو تمرين البلانك والسكوات وتمارين الوقوف على قدم واحده وهواي هواي تمارين. طيب، هاي التمارين اللي حضرتك ذكرتها، شلون يقدر يمارسها المصاب يعني يوميا؟ ايش قد وقتها؟ المساء، اي نعم الصبح، يعني شلون الاوقات المضبوطه اللي المفروض كل مصاب باي فيروس معين، مو بس كورونا، حتى اللي بانفلونزا او اللي عنده هاي الفيروسات الانتقاليه، يقدر يمارسها بالبيت؟ ممارستها صباحيه ولا مسائيه؟ ايش قد باليوم؟ ايش قد الوقت؟ يعني حتى تكون والله نصيحة أو رسالة للمصابين، أحكيلك وإن شاء الله صحة وسلامة للجميع. إن شاء الله صحة وسلام. والله أنا عندي قلت لك عندي ثلاث لاعبين مصابين أو قبلهم كانوا هم مصابين. نعم دائما أنا أنطي وحدتين تدريبية، الوحدتين تدريبية كل وحدة تدريبية، الوحدة الصباحية ساعة 9 نعم والوحدة المسائية ساعة 8. هذني راح يحصل الاستشفاء بيناتين وغذاء صحيح. التمرين الأول هو الساعة 9 راح يكون بعد الريوق بساعة ونص. هنا الجسم متعافي ومتغذي راح ينطينا نتيجه. بعدها وجبه الغداء، وجبه العصر، ما بعدها التمرين. التمرين نعم بالساعه 7 هنا راح يصير 30 دقيقه. نعم ال 30 دقيقه راح اطلب من عنده تمرين مقاومه وتمرين كارديو. فيتقسم، من تتقسم الوحدات التدريبيه للاعب المصاب او الغير مصاب راح يوصل لنا نتيجه. اها طيب كابتن، أرد أسألك سؤال. زملائك المصابين حاليا بالبيت، تشوف أكو التزام من عندهم بالتمارين أو الأنظمة الغذائية أو حتى العلاج، يعني ملتزمين ويشوفون أكو فرق بين يوم وآخر من خلال التمارين اللي جاي يتلقوها من حضرتك أو الملاحظات والنصائح اللي جات تعطيهم إياها؟ والله الحمد لله هسه هم يسمعونا ويشاهدونا. أكيد، يعني هم تحياتي لهم، ثلاثتهم نتمنى لهم يعني الصحة والسلامة. تحياتنا، يعني نعم هم ثلاثتهم يعني ملتزمين. تعرف انت اللاعب اللي يوصل للمرحلة ما يقدر يعوف التمرين بعد، نعم ومن يشوف نفسه متطور يعني لازم يتمرن هاي الفترة. اذا ما تمرن هاي الفترة هو راح يؤذي نفسه. صح، هاي انت الحمد لله وشكراني لاعبين ملتزمين، يعني واكو هواي لاعبين اكو عالم ما اعرفه والله تخابرني يعني هم ملتزمين. هو يلتزم بالغذاء ويلتزم بالتمرين، واهم شيء النوم. يا حبيبي احنا نعاني، الشعب العراقي يعاني من قله النوم. فليش نشوف نفسنا احنا بسرعه ننصاب نعم وبسرعه نوقع؟ لان احنا عندنا قله نوم. يعني وتعرف النوم اللي بأوقات إضافية أو نوم بطريقة صحية أو صحيحة هو يقينا من استلامنا للفيروس أو العدوى من الفيروس إذا كان كورونا أو الإنفلونزا أو نزلات البرد؟ اكيد احنا النوم قله النوم راح نعم يعني راح يقلل المناعه. نعم يعني اذا انا انام بال4 راح ابقى مثلا ابقى لل9 او لل10، شنو الفائده؟ شو وقت راح يشتغل الهرمون اللي بالجسم؟ لازم واحد اي رياض، مو الا اي رياضي، اي شخص اي انسان يسمعني، نعم النوم جدا مفيد يا اخي. احنا قله مناعتنا من لين قله نوم. تعرف انت
وتنتبه للشعب العراقي تقريبا احنا عندنا سمنه صايره مقر، يعني هوايه. وخصوصا عند ليه؟ الشباب، خصوصا عند الشباب. الف رحمه على والديك. ليش؟ لان يعني مثلا يسهر ويبقى مثلا سكريات، دهون، حد ما مثلا يقدر ينام هو ما كله فد 3 وجبات. صح. بدون تنظيم، بدون تخطيط، بدون منهاج غذائي، هنا راح ياثر على اللاعب او على الشخص العادي. نعم. بس يعني تعرف احنا هاي فاقديها، يعني ثقافه الغذاء وثقافه النوم وثقافه التمرين شويه فاقديها، ولو هسه الحمد لله وشكر وصلنا مرحله يعني اكو تغيير، يعني انا جاي اشوف هواي اكو تغيير. نعم. بس نقول بعد لازم، بعد احنا لازم نتطور بعد.